قال رحمه الله: باب من يرث من الإناث. نعم. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم، والزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحققا. يعني المعتقة. طيب، قلنا من النساء 10، البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب، وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والزوجة والمعتقة. بعض الفقهاء منهم شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى يقول، يعني عند الشافعية، لأنه مالك المذهب، يمشي على مذهب مالك في الإرث، يقول الشافعية: كيف يقول الوارثات من النساء 7؟ لا حصر لهن، لأنه كل جدة أدلت بوارث ترث، فيقول لماذا يقول 7؟ المفروض يقول ما لا نهاية. مفهوم؟ نعم.